دي بيرو، كومبارس وبتموت في السينما، وعشان نفسها تبقى نجمة ركبت كل صورها مع كل نجوم الفن، وبتدور على أي حد يديها فرصة. بيرو وبعدك ده النهاردة مخصوص عشان أديلك طول عمرك. طيب فين السيناريو؟ هديهولك. أصل أنا بصراحة قلقانة شوية من الوضع اللي إحنا فيه ده. ليه بقى؟ ليه؟ لأن لو حد دخل علينا من بره هيقول إيه؟ هيقول الأستاذ بيريح شوية؟ سيبك من كلام الناس يا بيرو بقى. طريق النجومية معروف يا ماما. طيب ما تديني السيناريو بقى. أنت عارفة أنا هخليكي تعملي دور مين؟ إيه؟ دور مرات البطل. مفيش حد عمل الدور ده إلا وبقى نجم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. متشكرة أوي 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 بقى. بيرو. آه لا بص أنا هروح بقى أقرأ وأذاكر وكده وأرجع لك بقى نتكلم. طب استني هنتكلم طب كلمتين. لا أذاكر بس، أذاكر بس يا أستاذ أذاكر. يا بنتي ليه؟ معلش. كلهم بيعملوا كده في الأول وبيجوا. كوكي دي أكتر واحدة شافت الويل في حياتها، سابت بيت أهلها من كتر الفقر والجهل، واشتغلت في حمام مغربي. ايه كل الرجاله الورق دول؟ فين زمن الرجاله الحقيقيين؟ الله يرحم الرجاله الجدعان. دي بقى اخت امي الصغيره، خالتي صفيه، كانت راقصه مشهوره قوي والكل كان بيحلف براسها. حبت زمان راجل وحبها وعاشت معاه ايام حلوه، علشان كده لما مات بطلت رقص وقلبت شقتها بانسيون حريمي وسمته بانسيون شيشه. ألو صباح الخير، والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التوار. قولي لها صافية وأنا بقى ليل. كنت بنت بسيطة جدا وحياتي كمان كانت بسيطة جدا، ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضة في العصر لعيني، عارفة إني جميلة وإن الرجالة كلها معجبة بيا، لكن أنا كنت بدور على حاجة تانية، كنت بدور على الحب. ألو أهي صفية. كده برضو يا ليل؟ أربع أيام ما تسأليش عليا، تعالي بس وأنا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورا. يا لهوي يا صفية، الأكل تقيل قوي ده. ماشي. طب أقول لك إيه؟ أنا نفسي في حاجة كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان.
ما هي خربانه خربانه. تعالي يا ليل. ورق الافراج بتاعك وصل. مبروك. والنبي صحيح؟ والنبي صحيح؟ مبروك. الحمد لله. الحمد لله. مبروك يا ليلى. مبروك يا حبايبي. الفرج الحمد لله. الحمد لله. شكرا. مبروك يا ليلى. الف مبروك. مبروك. مش قلت لك الفرج جاي؟ هو مين اللي خد افراج؟ دي البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات. والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم ثلاثة دي غلبانة وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودة دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قول لي بقى، إيه حكايتك مع الستة أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الأول كان عم مداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولا يا بت عيب. يا بت أنا بحب ولا يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي معاداكي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو مزة يعني. أوعى يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟ ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكن أنا اللي ماسك. بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت 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 ولا بت بت يخرب بيتك انا مربوط.